احتفل سكان مركز إداري إنجمينا فارا بمناسبة ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. المناسبة حضرها عدد كبير من العلماء والدعاة وسكان المنطقة. عبد الله هارون. تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، أقام سكان مركز إداري إنجمينا فارا احتفالا حاشدا بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتفال الحاشد جمع كوكبة من العلماء وحفظة كتاب الله والمادحين وعدد كبير من المسلمين بالمنطقة، حيث استحلت المناسبة بتلاوة عطرة، ومن ثم قدمت كلمة ترحيبية من أحد سكان المنطقة مهنئا فيها جميع المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك، كما قدمت عدة كلمات من قبل العلماء الحاضرين ذاكرين فيها أخلاقيات وصفات النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. في كلمته منظم هذه الاحتفالية سعيد محمد أبو نصيب قال إن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر حبا واقتداعا برسول الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي الكريم أرسل رحمة للعالمين، لذلك شعارنا دائما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة المهداة، الرحمة الربانية المهداة من عند الله، فهي أمانة على عاتق كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ إبراهيم بنية بيّن للحضور أهمية الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، حث أبناء المنطقة على اتباع منهج النبي العظم والسعي لمعرفة شمائله وصفاته الحميدة.